ارتأيتم أن تجعلوا منها محطة أولى لتقييم عمل نصبه السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر 21، وهي المرصد الوطني للمجتمع المدني، هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية زودت بمهام إن عقد هذه الجلسات هي كذلك فرصة ارتأيتم أن تجعلوا منها محطة أولى لتقييم عمل المرصد منذ أن نصبه السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر 21، وتتويج لمختلف الفعاليات والندوات المحلية التي تم تنظيمها عبر مختلف ولايات الوطن قصد إجراء تشخيص ملائم لواقع المجتمع المدني والوقوف على انشغالاته وتطلعاته مع تصور وضبط الآليات والسبل الكفيلة بترقية دوره. لا ريب أن التمكين للمجتمع المدني وتفعيل دوره وترقية مكانته كحليف استراتيجي في استقامة الدولة وأخلاقة الحياة العامة ينبع من رؤية سديدة وثاقبة واستشرافية نحو جزائر جديدة مزدهرة وعصرية في ظل حكم راشد وديمقراطية حقيقية وتنمية مستدامة تضع المواطن في صلب اهتمامها باعتباره شريكاً في اتخاذ القرار وصنع السياسات العمومية التي تعنيه وتستهدفه.